أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، صف الأول قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات بجامعة النهرين، وياكم دكتورة أمينة محمود بكورس إلكتريكال سيركت. نجي على General Format for the Sinusoidal Waveform اللي هي Voltage or Current. احنا عندنا أكثر شيء نتعامل ويا بالسينسودال Waveform، نستخدم الفولتج والكرنت. فنجي على الفورمة الرئيسية للساين ويف. الساين ويف هي شو تمثل شو أقدر أمثلها بالرياضيات؟ راح أمثلها بماكسيموم فاليو ساين الزاوية اللي موجودة عندي. فإذا عندي قيمتين أساسية اللي أثبتها، هي قيمة الماكسيموم أو الأمبليتيود لها في ساين الزاوية اللي موجودة عندي. هذا الإكسبريشن المن ماثماتيكال إكسبريشن إلى السينوسودال waveform. The AM should tell you the peak value of the waveform and alpha is the unit of measure for the horizontal axis. واللي هي أقدر أمثلها بهالشكل هذا. عندي هذا هو الـ peak value اللي هي من الصفر إلى أعلى قيمة. والـ x axis هنا شو تمثل الألفا اللي هي راح تكون هنا عندي بالفورمة. The equation alpha equal omega t state that the angle alpha through which the rotating vector of figure 1316 اللي أخذناه قبل شوية will pass is determined by the angular velocity of the rotating vector. يعني الألفا هذه شلون أقدر أوجدها هنا؟ أقدر أوجد قيمتها من خلال الفيكتور اللي اشتقيناه قبل شوية بالويفوم، إنه الألفا راح تمثل لي الزاوية اللي راح تعتمد على شنو؟ تعتمد على السرعة الزاوية. من خلال هذه الإكويجين 13-10 اللي أخذناها قبل شوية، راح أقول إنه الألفا أقدر أعوض مكانها شنو؟ الأوميجا تي. مكان الألفا راح أعوض الأوميجا تي، هذه راح أخليها وين؟ بالإكس أكسس. إذا كان عندي electrical quantities مثلا current أو voltage، ممكن إنه أقدر أقول الـ I يساوي لي الـ IM maximum value أو الـ peak value للcurrent sin أوميجا تي، أو أقدر أقول الـ peak value للcurrent sin الألفا. الـ E كذلك عندي الـ E maximum sin أوميجا تي، وأقدر أقولها بالدجري بالradius أو بالزوايا الـ EM sin ألفا. هذه شو تمثل لي الكابيتال letters with the superscript M. هذا إذا كان IM أو EM represent the amplitude and the lowercase letter I and E represent the instantaneous value current or current instantaneous value of current or voltage respectively at any time. يعني هسه مثل ما احنا خلنا بالمحاضرة السابقة قلنا الحرف الكبير هو له قيمة محددة، بينما الحرف الصغير يعتمد على شنو؟ يعتمد على قيمة الزمن اللي موجود انا وين بدي اشتغل به. فاذا حيكون اسميه small letter حيمثل لي instantaneous value، والكابيتال لتر راح يمثل لي القيمة اللي هي البيك. كابيتال لتر يمثل لي البيك، والآي سمول لتر أو الإي راح يمثل لي instantaneous value، يعني قيمته متغيرة ويا الزمن. This format is particularly important since it represents the sinusoidal voltage or current as function of time, which is the horizontal scale for the oscilloscope. فإحنا قلنا هذه عندي مهمة لأنه أعرف أنه عندي الزمن بالسينوسويدال يكون عندي مهم حتى أعرف أني وين دا أشتغل عند أي زمن. وطبعا هذا يكون عندي بالأوسيلوسكوب، هسه من تأخذوه بالعملي إن شاء الله تشوفوا واضح عندكم. فإذا كانت عندي هذه العلاقة اللي هي E equal 5 sin alpha، يريد من عندي determine E at alpha equal 40 degree and alpha equal 0.85. يريد شقد مقدار الإي إذا كانت الزاوية عندي 40 درجة، أو إذا كانت عندي الزاوية بالradius 0.85. هنا انتبه إنه هذه منطينياها مرة بالدجري ومرة منطينياها بالradius، دائما بالradius تكون بها باي أو قيمتها تكون أقل من 2، يعني
6.28 اللي هي 2 باي. فإذا كانت عندي زاوية 440 كانت عندي زاوية 40 ديجري، إيش حيصير عندي هنا؟ راح أعوض بالقانون E equal 5 sin 40 ديجري. ممكن إنه بالحاسبة تعودكم نوعيتين من الديجري من الزوايا، أما تكون بالرادياس أما تكون بالديجري. فأتكون بالحاسبة function يتحول لك من الديجري إلى radius وبالعكس. فانتبه على الحاسبة ماتي، إذا أني بالديجري أخذ الساين لازم أخذها بالديجري، وإذا الزاوية أخذها بالرادياس لازم أيضا الساين أحولها بالرادياس. فإذا هنا الزاوية 40 درجة بالديجري، الساين لازم أخذها أيضا بالديجري. فإذا ساين 40 ديجري يساوي لي 0.8428، لازم يطلع لي بالحالتين يعني بالرادياس وبالديجري لازم يطلع لي نفس القيمة الساين، ما يصير يطلع لي غير شكل. يعني الساين بالفنكشن مالت الحاسب الكالكوليتر الصغيرة إذا كان بالرادياس راح يطلع لي، أحول الأربعين درجة هذه أحولها إلى رادياس، وبعدين الساين أيضا أحولها إلى رادياس أخذها الساين. يعني هو من راح أخذها بالرادياس الساين راح يحول إياها إلى نفس القيمة. يعني شلون؟ هاي انتبه عليها كل زين النقطة، إنه الحاسبة ماتي دائما أخليها بالدجري إذا كانت بالدجري الحسابات ماتي. هسه أنا ما حاطت لكم في شيء توضيحي على الكالكوليتر شلون تستخدم، بس أنتوا جربوها عندكم. وإذا كانت عندي بالرادياس راح أشوف أحول، أما أحول هذه الرادياس أحولها إلى ديجري شلون أضربها في 180 over باي راح تتحول إلى 144 درجة. أو عندي بالكالكوليتر ممكن إنه أخذ هذه 0.8 باي أحول الحاسبة ماتي إلى رادياس، ما راح يجي يأخذ لها ساين لل 0.8 باي راح أكتبها بالرادياس راح يطلع لي نفس القيمة اللي يطلع لي بالديجري. فراح أشوف بأنه الإي راح بالزاوية 144 راح تطلع لي قيمتها 2.939. فإذا أشوف الاختلاف إنه عندي بالأربعين درجة طلعت لي الإي مقدارها هلقة، بال144 درجة طلعت لي القيمة أقل من بالزاوية 40. The angle at which a particular voltage level is attained can be determined by rearranging the equation. إذا كانت عندي الـ E instantaneous value معلومة والـ E maximum معلومة وأريد أطلع الزاوية عند هذه الـ E instantaneous value للـ E، فأقدر أقول إنه sin alpha، يعني هذا عندي مجهول، sin alpha equal instantaneous value للـ E على الـ E maximum. من عندها أقدر أقول بأنه الـ alpha شو تساوي لي؟ إنه أني هنا أنا ساين ألفا، إذا لازم أخذ الساين إنفرس لهذا المقدار. يعني ألفا شلون أطلعها من هذه المعادلة؟ الطرف هذا مو راح أقسم الـ E over E maximum، أخذ للساين إنفرس راح تطلع لي الزاوية. هذا راح نشوفه من خلال الإكزامبل. لذلك إذا كان عندي كان تيار راح يكون عندي نفس المعادلة، لكن حاخذ الانستانتينيوس فاليو الكرنت على الـ I maximum، وهذا راح نشوفه من خلال هذا الاكزامبل. اذا كانت عندي هذه المعادله v equal 10 sin 370 70، اذا كانت عندي قيمه الانستانتينيوس فاليو 4 فولت وعندي هذا الاكسبريشن للانستانتينيوس فاليو، يريد من عندي الانجل اذا كانت عندي الفولتيه 4 فولت. فاجي استخدم القانون اللي اشتقيناه قبل شويه، نقول إنه هذه هي شكل الموجة اللي عندي، الماكسيمم مالتها شقد هنا، أرسم الموجة هذه اللي عندي، هي موجة ساين ويف، إذن راح أرسم هذا الجزء من الموجة الموجب حتى نوضح عليه، وأشوف هنا الماكسيمم عندي وينه، ارتفاع الموجة راح يمثل اللي هو الماكسيمم اللي هو قيمته 10 فولت، هذا هو ارتفاع الموجة، قبلها وبعدها راح يكون قيمته أقل. واللي ياخذ مسار الساين ويف يريد من عندي، هسه لو جيت رسمتها من الموجه هذه يريد من عندي شو وقت تصير
قيمة الفولت هي 4 فولت قد أي زاوية أو أي زمن. فش أسوي؟ أقول هنا أنا آني الموجة راح تكون قيمتها 4 فولت بهذه النقطة وبهذه النقطة، عندي نقطتين تصير عندي قبل 90 درجة 4 فولت، وبعد 90 درجة راح تصير عندي أيضا 4 فولت، فعندي زاويتين تصير بيها قيمة الفولت هي هنا 4 فولت. أجي أستخدم القانون، أقول اللي كتبناه قبل شوية، الزاوية الأولى هذه اللي هي ألفا وان إيش راح تساوي؟ سان إنفرس الانستانتينيوس فاليو اللي هي 4 فولت على قيمة البيك اللي هي إيه ماكسيموم. فإذا أنا أعوض هنا 4 فولت على 10 فولت راح أخذ لها الساين إنفرس، راح تطلع لي الزاوية 23.578، حتطلع لي الزاوية هذه الأولى تكون قيمة الفولت هي بها 4. حتى أطلع قيمة الزاوية الثانية هنا ما راح أحتاج أقول ساين إنفرس، أطلع الساين إنفرس راح أقول هي راح تكون، بما أنه الموجة هي سيمتريكال على الواي أكسس من جهة يعني، بما أنه الموجة هي سيمتريكال بعد قبل التسعين وبعد التسعين يكون عندي شكلها نفس الشكل على الواي أكسس، لكن الفرق هنا إيش قد؟ الفرق 180 درجة. فإذا أقدر أقول أنه هذا الجزء، هذا المثلث الصغير اللي هنا اللي هو من 0 إلى 23 درجة، هو نفسه المثلث اللي موجود هنا، لأن هي سيمتريكال الموجة. فأقدر أقول إنه المسافة منا لهنا هي نفس المسافة اللي منا إلى هنا. فش قد حتكون هذه الزاوية؟ راح تكون 180، الزاوية حتكون 180 ناقص 23.578، يعني إذا هي 180 ماينس 23.578، فإذا حتطلع لي الزاوية هنا 156.422. فإذا الزاوية الأولى طلعت لي هي 23.57، والزاوية الثانية اللي تكون بها الفولت هي 4 فولت هي 156.422. إذا قيمتين للزوايا من تكون عندي قيمة الفولت هي 4 فولت. مو أكتفي وأطلع قيمة واحدة هذه، لا، لازم أقول أرسمها قدامي وأشوف الزاوية وين حين عندي حصير بها قيمة الفولت هي 4. يريد من عندي determine the time at which the magnitude is attained. فإذا ممكن إنه عندي شو أطلع الزمن؟ يريد من عندي الزمن بهذه الزاوية إيش قد؟ أقدر أستخدم العلاقة اللي هي ألفا إيكوال أوميجا تي، أو أقول إنه تي إيكوال ألفا أوفر أوميجا. بما أن طلعت قيمة الألفا أقدر أطلع قيمة الزمن. طبعاً الأوميجا هي من أطلعها؟ الأوميجا أطلعها من الإكسبريشن هنا اللي عندي منطيني إياها بالسؤال. الإكسبريشن هذه تمثل لي الأوميجا، وعندي الألفا طلعتها مالت هذه وهذه، راح أجي أعوض. فقلنا هنا أنا عندي لازم أطلع الزمن T1 و T2، أيضا راح أقول إنه بالزاوية عندي إذا كانت الزاوية عندي بالراديوس، يريد ما عندي بالراديوس الزمن بالراديوس راح يساوي لي 0.411 راديوس اللي هي هذه الزاوية 23. فالزمن هنا إيش راح يساوي لي؟ ألفا أوفر أوميجا. ليش أحولها هنا للراديوس؟ هنا أحولها للراديوس لأنه الأوميجا منطيني إياها هنا راح تكون عندي بالراديوس دائما، فلازم الزاوية أحولها إلى الراديوس. فإذا أقسم الزوايا بالراديوس على الأوميجا اللي هي راديوس بير سكند راح يطلع لي قيمة الزمن. فتنتبهون على هذه النقطة، إنه الأوميجا هنا الوحدات مالتها راديوس بير سكند، وحتى أطلع الزمن لازم أيضا الزاوية اللي أطلعها تكون عندي بالراديوس. فالزمن T1 راح يكون ألفا أوفر أوميجا، الألفا عندي من حولتها بالراديوس طلعت لي 0.411، أقسمها على الأوميجا راح يطلع لي قيمة الزمن اللي هو T1 يساوي لي 1.09 ملي سكند. بالنسبة للزمن الثاني أيضا راح أحول الزاوية إلى الراديوس راح يطلع لي 2.73 راديوس. أجي أطلع تي 2 أقسم الألفا أوفر أوميجا يطلع لي الزمن الثاني من تكون عندي الفولتية 4 فولت هو 7.24 ملي سكند. عندي هذا الإكزامبل الثاني اللي هو رسم sketch E equals 10
sine 3140 إذا كانت عندي الألفا الأنجل الألفا بالدجري أو بالراديوس أو بالزمن. فإذا الحالة الأولى من عندي الموجة تكون عندي بالراديوس أي من تكون عندي بالدجري، هيكون هذا هو الرسم مالتها، إنه راح تكون الارتفاع مالتها 10 فولت وتتغير من 0 إلى 360 درجة. أما إذا كانت عندي بالراديوس راح تكون عندي هذا شكلها، وراح تكون عندي الارتفاع مالتها أيضا حيكون 10، لكن الفرق عندي بالدرجات راح تكون عندي هنا بالراديوس بالصفر تكون صفر، بالباي أوفر 2 تكون 10، بالباي تكون صفر، و 3 أوفر 2 باي راح تكون بالماينس 10، وبال 2 باي راح تكون قيمتها صفر. أما إذا أردت أحولها إلى درجات إذا أردت أحولها إلى زمن اللي هو الفرق الأخير بالتايم، راح أجي أقول التاو الأصلية اللي عندي تساوي البريد الكاملة تساوي 2 باي أوفر أوميجا. فيكون عندي زمن الموجة الكاملة جكيت راح يكون عندي زمن الموجة الكاملة راح يساوي 20 ميلي سكند. من جتي هذه؟ جتي من إنه عندي أقسم 2 باي على أوميجا. الأوميجا من أطلعها؟ أطلعها من الإكسبرشن اللي عندي 2 باي أوفر أوميجا 2 باي أوفر 314 راح يطلع لي 20 ميلي سكند. وهكذا أجي نص الموجة جيت راح يكون 10 اللي هو بالزمن منتصف هذا، هتكون عندي T over 2 اللي هي هتكون 10 ميلي سكند، وبالربع الموجة اللي هو بالزاوية 90 راح يكون عندي 5 ميلي سكند، وبالثلاثين درجة راح تكون عندي 1.67 ميلي سكند. وهذا راح يكون عندي الشكل الموجة إذا كان عندي الزمن. أجي الارتفاع هو حيبقى نفس الارتفاعتين، لكن عندي الزمن هنا راح يختلف، موقع الموجة بكل زمن راح يختلف. فهذه هو الزمن بالثلاثين، هذا هو الزمن بالتسعين، وهذا الزمن هو بالمئة وثمانين، وهذا بالثلاثمئة وستين. طبعا هنا الزمن راح يكون عندي بالملي سكند. الإكزامبل الأخير إذا كان عندي التيار يساوي لي 6 باي 10 to the power minus 3 sine 1000 تي، يريد من عندي أوجد قيمة التيار بالزمن 2 ملي سكند. إذن هنا منطيني الزمن، منطيني الإكسبرشن، أجي أعوض هنا أنا بالزمن اللي موجود عندي. انتبه إنه الأومي أطلع الزاوية اللي عندي، الزاوية حتى إنه أنا أريد ساين الزاوية، فالزاوية هنا جت قيمتها، الزاوية قيمتها أوميجا تي، الأوميجا عندي ألف منطيني إياها، الزمن عندي 2 ملي سكند، فإذا لازم أحولها إلى شنو؟ أحولها إلى سكند، لأنه أنا عندي الأوميجا هي بالراديوس بير سكند، إذا لازم الزمن حتى أضربه بالأوميجا لازم أحوله إلى السكند، لازم أضربه ب 10 to the power minus 3، فإذا حيتحول لي إلى 2 راديوس. من أجي أحسب هذا الألفا أحولها إلى من الراديوس إلى الدجري، قلنا أما أحولها من الراديوس إلى الدجري أو أحول الحاسب ماتي من الدجري إلى الراديوس. فإذا تتحول الزاوية هذه لتو راديوس مثل لي 114.59 دجري، وأجي أحطها هنا أنا بالإكسبرشن أعوض، راح تكون عندي هذه القيمة اللي هي 6 by 10 to the power minus 3 sine الزاوية اللي طلعتها راح تطلع لي قيمة التيار بهذا الزمن t equal 2 millisecond، قيمة الـ i equal 5.46 milliampere.